هوية بريس. بالنسبة لهذه الشبهة كذلك أثرها المستشرقون من قديم في قضية الإرث، الله عز وجل حسم في قضية الإرث، فقد أنزل نصوصا كثيرة عامة ومطلقة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته العطرة التي تبين القرآن كما قلنا، إلا هذه في قضية الإرث الله عز وجل هو الذي يتولى بنفسه القسمة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، فالله عز وجل هو الذي يتولى القسمة، فلم يظلم الله سبحانه وتعالى المرأة التي خلقها وجعلها أمان وابنتان وأختان وزوجتان وعمة وخالة، فالله عز وجل أعطاها حقها الذي كانت محرومة منه في عصيم العصور، وأعطاها ما تستحقه لها بدون ظلم ودون حيف ودون، فهذا اللحدتيون أو العلمانيون الذي يقول بأن المرأة ينبغي أن تساوى بالرجل، فهذا الذي يريد أن يساوي بين القمر وبين الشمس أو بين الليل وبين النهار، وإنما لكل مكانته ولكل مرتبته، والله عز وجل يعني أعطى لكل ذي حق حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ولم يبخس الله عز وجل المرأة، بل المرأة معززة ومكرمة في ديننا وفي إسلامنا، وما تعطاه يكون لها خالصا، أما ما يعطى للرجل فيما هو يظن أنه زائد على المرأة فإنه يصرفه عليها هي نفسها هذه المرأة، ويصرفه على بناته ويصرفه على أمه وعلى أولاده، أما هي فإذا تمكنت بحفاظ نصيبها فإنها تستقل به ولا تعطيه لأحد ما كيفما كان نوعه، حتى الزوج أو الأولاد ولو كان فقيرا إذا أردت أن لا تنفق عليه، فهي أعطاها حقها ولم يظلم الإسلام، ما جاء لظلم الناس، جاء الإسلام ليرفع الظلم عن الناس، والله عز وجل إذا قلنا بأن الإسلام ظلم أراك تنسب الظلم إلى الله، والله تقول وربك بظلم للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فكيف نسب الظلم إلى الإسلام، والإسلام جاء لرفع الظلم عن الناس بصفة عامة وعن المرأة بصفة خاصة، فسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، هذا يلصق تهمة بدون تحفظ، فلنبغي لهؤلاء الناس أن يراجعوا أنفسهم، لأن الذين ينادون بمساواة المرأة لا دين لهم ولا شريعة لهم، إحنا عندنا شرع وثوابت، وكما تقول بأنه ثوابت الدولة ينبغي أن لا تمس، كذلك ثوابت الدين لا ينبغي أن تمس، فهذه كلها سواء، ثوابت دولتنا لا ينبغي أن تمس، وثوابت ديننا لا ينبغي أن تمس، هذه بالثوابت القطعيات، وهذا لا يعطون حرمة لقطعيات الشريعة لأنهم مستخفة في نفوسهم وضعيفة في نفوسهم اتباعا لأولئك الناس، أولئك الناس ليسوا منا ونحن لسنا منهم، نحن مرجعيتنا إسلامية ونحن في بلد إسلامي، فهذا إذا كانت تطبق في بلد آخر فذاك شأنهم، أما نحن فبلدنا يتاشى يعني دينه الرسمي الإسلام، فينبغي أن نلتزم بدين الإسلام.